السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم الوحدة 17 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ وطبق مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. المثابرة على الاجتهاد مفتاح النجاح. جيب الدفتر اللي بتحل فيه المسائل بشكل مرتب ونظيف من شان تراجع منه أثناء الامتحانات. المسألة 81 عنوانها دارات المنزل. دارات المنزل موضحة في الشكل 25. هذا الشكل 25. تمتلك الأسلاك المتواجدة بالمطبخ مقاومة بقوة 25% أوم، وتمتلك الإضاءة مقاومة بقوة 24% كيلو أوم. وعلى الرغم من أن الدارات موصلة على التوازي، فإن الخطوط الرئيسية موصلة على التوالي بكل مكان من مكونات الدارة. الطلب A: احسب المقاومة المساوية للدارة المكونة من الإضاءة فقط والخطوط الرئيسية الموصلة من وإلى الضوء. نجي للشكل. هاي المصدر، هاي خط نقل، هاي الليت، هاي مقاومته 240 أوم. أعطاك إياها هنا 0.24 كيلو أوم. فشو بدنا نحسب نحن؟ أحسب المقاومة المساوي للدارة المكونة من الإضاءة فقط والخطوط الرئيسية الموصلة من الجزء إلى الضوء. إذن حناخد الدارة هذه، حناخد هذه الدارة. R وتساوي 0.25 أوم زائد 240 أوم زائد 0.25 أوم. R وتساوي 240.5 أوم. هاي خلصنا الطلب A. طلب B: أوجد قيمة التيار الخاص بالإضاءة. بدك تنتبه الخاص بالإضاءة. إذن I وتساوي دلتا B على R إكوال للإضاءة. R إكوال اللي هي هذه عبارة عن هذه نتذكر للإضاءة. I وتساوي دلتا B على R وتساوي 120 فولت على 240.5 وتساوي لنصف أمبير. طلب C: أوجد مقدار القدرة التي تستخدمها أيضا الإضاءة. بدك تنتبه القدرة B وتساوي لI في دلتا V. I عندك ياها ودلتا V موجودة عندك. I طلعت نصف أمبير ودلتا V من الرسمة، هاي دلتا V وتساوي 60 واط. هي قدرة الإضاءة والقدرة التي تستخدمها الإضاءة. إذا بدك تنتبه للسؤال. وفي رعاية الله ولا تنسونا من الدعاء.